الحملة الخاصة بالرئاسة الأمريكية لا تزال تشهد تعبئة كبيرة وخاصة في الولايات المحورية أين يسعى المرشحان إلى استمالة الناخبين المترددين. ففي ولاية فيرجينيا ذات الميول الجمهورية تقليديا أنصار المرشح الجمهوري ميت رومني يحسون بأنهم على مقربة من الفوز. ميت رومني رجل صادق، انظر إلى عائلته، إنه مؤمن بالله، انظر إلى الرجل، ما الذي يمكن أن يرفض الناس فيه؟ أعتقد أنه مرشح قوي، أريد رؤيته منتصرا وأعتقد أن بلدنا بحاجة إلى رجل مثله. إلا أن التحولات الديمغرافية التي شهدتها فيرجينيا تؤكد أن الديمقراطيين بإمكانهم قلب توجهات الناخبين في هذه الولاية لصالحهم. في أحد مراكز الاتصالات الهاتفية الخاصة بحملة أوباما الانتخابية، المتطوعون يسابقون الزمن لكسب تأييد الناخبين. الهدف هو الوصول إلى ما بين 750 إلى 1000 مكالمة خلال المداومة. علينا بذل الجهود لاستمالة الناخبين الآن، ما يعني أننا سنزيد من الاتصالات خلال السبت والأحد. الكثير من الناس يعملون، لذلك أترك رسائل صوتية، والناس الذين ردوا اليوم آرائهم كانت إيجابية للغاية. استطلاعات كبرى شبكات التلفزيون أظهرت تقدم أوباما، بينما اتفق المحللون على أن اندفاع رومني خف نوعا ما، مما جعل السباق الرئاسي أكثر تنافسا.